مساكم الله بالخير في حلقة جديدة من القرية العالمية. اليوم اكتشفت ان ما شاء الله في القرية العالمية عندهم اكثر من 150 كشك ومطعم ومأكولات مختلفة. خلونا اليوم نكتشف شو الاشياء اللي بنجربها. مثل ما اقول لكم دائما، خلوكم ويانا. ذكرنا شيء جديد، لكن تشيكن كون المشروع استوحى فكره جديده من شيء اوريدي موجود، يعني تشيكن وافلز. ومثل ما قلت فورك فري. مثل ما شوفوا الحين جهزوا لنا التشيكن كون بصلصة الرانش البسلر عندهم، وما شاء الله الإقبال عليه وايد كبير. شوفون اول ما قلنا من التصوير ردوا اللاين وردوا الإقبال عليه، فبنجرب الحين وبنشوف الهبة هاي. عنشوف our shawarma meat and chicken we are bringing directly from Turkey. I've never heard someone bringing shawarma from outside. I would like to learn how to cut shawarma. It's not possible. There, one slice. يوم تشوفون شاورما دائما تتوقعونها مثل الكيكة، يعني صدق يبالها شغل وتعب. صدقكم تحسون انها شاورما تركية. خلاص هوب ما شاء الله. وهذه لك انت. شكرا. بالعافية عليك. ومن الجناح المغربي ننهي فقرتنا لليوم. ان شاء الله تكونوا استانستوا ويانا مع حلقتنا لليوم والاكلات المختلفة اللي جربناها. نشوفكم ان شاء الله من القرية العالمية المرات الجاية. على خير.